عفوا، الغرفة 301 إذا بتريدي. آخر شيء على اليسار. شكرا إليك. لازم يكون الكوريدور الثاني، هات هدول عنك وأنت استناني برا. أنا رح فوت معك، بدي أقول له الحمد لله على السلامة، ومنه بتعرف عليه. نتيجة الفحوصات كتير منيحة، بس يلي بدنا اياه منك انك تقوي جسمك وتهتم بصحتك اكتر من هيك، وتدير بالك على حالك، لانه اي اهمال رح يخليك تتعرض لصدمة اقوى من هي، وما رح تكون محظوظ مثل هالمرة. شو اتفقنا يا بشير؟ بدك تدير بالك على حالك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. أهلين. مرحبا كاتيا. مرحبا، الحمد لله على سلامتك. شكرا. كتير انشغل بالي عليك، بس الحمد لله شايفتك منيح كتير. سعيد، هذا يلي اجى بدالك. مرحبا، معافى ان شاء الله. الله يعافيك. كتير اشتقت لك يا بشير، البيت بدونك ما بيسوى شي. جميلة واهل المسا رح يجوا، انا ما تحملت، اخذت اجازة من فيروز خانم واجيت. كلك ذوق. جبت لك اكلاتك كمان. لساتك حاملهم بايدك؟ انا رح اعطي هدول الممرضات وجاي فورا، وبعدين تحكي لي شو صار معك بالتفصيل. هاي الشنطة فيها الثياب النظيفة. تمام، ما رح اتأخر. الكل بيحبك وكتير زعلانين مشانك، انت رجال محظوظ. ايه كتير. ايه امتى رح يخرجوك؟ ما بعرف، لسه مو مبين. لازم اعرف مشان ادور على شغل تاني. خليك مرتاح، بس اطلع من المشفى ما رح ارجع على الشغل. ليش؟ بدون ليش، ما لي حابب ارجع. الكل مبسوط منك وكتير عم يهتموا فيك، ليش ما بدك ترجع؟ انت مالك مبسوط منهم؟ طالما كل شي منيح معناها في سبب لعدم رجعتك. لا، هاي موضوع الأكل خلصنا منه، رح رتب لك تيابك كمان. سعيد انت استناني بالسيارة. ماشي، تشرفت بمعرفتك والحمد لله على سلامتك مرة تانية. شكرا لك. كلياتهم بيسلموا عليك. الله يسلمهم. عن جد كتير استفقدنا لك، وكل ما يصير شغلة حلوة كنا نقول يا ريتو كان معنا. مثلا مبارح كانت حفلة مهند بيك ونهال خانم بالبيت، هيك عائلية بين بعضنا، ما اجا حدا تاني، كلياتنا كنا معزومين. ذكرناك كتير، لو شفت لنهال خانم قديش كانت مبسوطة، حسيتها رح تطير من الفرح. وانا كتير فرحت. الله يهنيهم. Thank you.